مرحبا، هل ذكريات حياتك السابقة عم تطلع لك فجأة بهاي الحياة؟ بتصير معك أوقات مواقف بتحس إنه صارت معك قبل. اليوم بدنا نحكي عن الديجافو. هاي واحدة من الظواهر اللي مش بس صعب تحديدها، صعب دراستها، لأنها بتصير مع الواحد فجأة، بتصير مع مش أقل من 30% من الناس، وبتوصل النسبة لأنه 70% من الأشخاص بتصير معاهم هاي الظاهرة بوقت أو بآخر. بين عمر ال 15 ل 25 بتكون بقمتها، بعدين بعد سن ال 25 بتقل. ليش؟ إيش تفسير الديجافو؟ ليش هاي الظاهرة بتصير معنا؟ هل ديجافو مرتبط بأمور ما ورائية؟ صار في كتير أبحاث على هاي الظاهرة رغم أنه صعب رصدها، وفي أكثر من نظرية بتحاول تفسر الموضوع. واحدة من هاي النظريات هي الدول بروسيسنج ثيوري. الدول بروسيسنج ثيوري بتقول إنه التفسير لهاي الظاهرة موجود بالدماغ، وبالتحديد من منطقة الميديال تمبورال لوب أو الفص أو الفص الصدغي الإنسي. الميديال تمبورال لوب مسؤول عن الذاكرة بشكل عام. جوا هاي المنطقة في إشي اسمه الهيبوكامبس، وهو مسؤول عن الذاكرة وبالتحديد الذاكرة طويلة الأمد والتعرف على الأنماط اللي معروفة من قبل، يعني منطقة شايفك بس مش عارف وين، مشبه عليك. المهم، بس يصير معك إشي بروح أول على الذاكرة القصيرة الأمد، بعدين بتسجل بالذاكرة الطويلة الأمد. بيعتقد العلماء إنه أحياناً بصير عدم تزامن بتخزين الذكريات القصيرة والطويلة، فبيجي الهيبوكامبس بسجل هاي الذكرى على إنها ذكرى طويلة الأمد، يعني ذكرى قديمة قبل بأجزاء من الثانية من ما يسجلها على إنها ذكرى قصيرة أو ذكرى جديدة. هذا عدم التزامن بتخزين الذكريات بخدع مخك وبخليه يفكر إنه هاي الذكرى قديمة مع إنها جديدة وهلأ صارت معك، ما صارت معك قبل، فبتتخربط عندك الأمور، بتفكر إنها ذكرى قديمة مع إنها ذكرى جديدة. هاي العلاقة بين الديجافو والهيبوكامبس عليها دراسات كتير، لأنها بتصير كتير مع الناس اللي عندهم صرع بالتحديد بمنطقة الهيبوكامبس. الأشخاص اللي عندهم صرع بمنطقة الهيبوكامبس بصير معاهم حالة الديجافو أكثر بكتير من غيرهم، خاصة قبل ما تبلش النوبة، وهذا هو واحد من أنواع الديجافو اللي اسمه بيولوجيكال ديجافو. ولأنه الديجافو بصير كتير مع الناس اللي عندهم صرع بمنطقة الهيبوكامبس، برجح العلماء إنه في صلة بين الهيبوكامبس وبين حدوث الديجافو. نظرية تانية بتقول إنه بما إنه الديجافو بتصير أكثر مع الأشخاص اللي عمرهم أقل من 25، بربطوا بينها وبين إفراز الدوبامين، لأنه إفراز الدوبامين بيكون عالي بهاي السنين. انربط إفراز الدوبامين بالديجافو خاصة بعد واحدة من الحالات الغريبة اللي صارت مع دكتور عمره تقريباً 40 سنة. الدكتور مرض وأخذ دواء بزيد إفراز الدوبامين، بس بلش مفعول الدواء بعد 24 ساعة زادت عنده حالة الديجافو وصارت تصير معاه كتير، وبس قطع الدواء اللي بزيد إفراز الدوبامين رجع لحالته الطبيعية وراحت الظاهرة. بس كيف بيشتغل الموضوع بالضبط ما حدا بيعرف. هاي الدراسة موجودة بالجورنال اوف كلينيكال نيوروساينس، اذا حابين تقرأوا اكتر عن الحالة اللي صارت مع الدكتور، الدراسة موجود اللينك تبعها بالديسكريبشن. وممكن تكون الديجافو محاولة من الدماغ للتعرف على الانماط المألوفة. مثلا تخيل عملوا عليك تجربة ورجوك صور لكل قرايبي واهلي واخواتي وعمامي وعماتي، الا انا ما ورجوك صورتي، وخلصت من التجربة وطلعت منها شفتني بالصدفة. على الاغلب تحس انه وجهي مألوف بالنسبة لك، وتحس انه انت شايفني بس مش عارف وين. حكيت أكثر عن كيف الدماغ بيعمل ذكريات كاذبة بفيديو تأثير مانديلا إذا حابين تشوفوه. خلينا نرجع للمألوف، وبالتحديد رؤية الوجوه والأنماط المألوفة بالجمادات. هاي الظاهرة اسمها باريدوليا. هذا المصطلح مشتق من اللغة اليونانية وبيعني الصورة البديلة. أحياناً بتشوف الصور والوجوه والأنماط حواليك بأشياء مش لازم تكون موجودة. الدراسات لقت إنه الناس اللي عندهم إيمان بالأديان والماورائيات مثلاً عندهم قدرة أكثر إنهم ينسجوا ويعملوا نمط مألوف من الفوضى، فبيشوفوا وجوه وكلمات وأنماط معينة على أشياء ما إلها دخل. الباريدوليا تعتبر نوع من أنواع الأبوفينيا أو الاستسقاط، والاستسقاط هي إنك تنسج أنماط معينة من أشياء مش مربوطة ببعض وتربطها وتعمل إنه إلها معنى. هاي الحالة بتصير مع بعض المرضى النفسيين اللي بيكونوا يفكروا إنه في حدا بيراقب حياتهم أو في حدا بيهددهم أو في حدا بده يخلص عليهم. نرجع لظاهرة الباريدوليا. واحدة من النظريات اللي بتحاول تفسر الموضوع طرحها العالم كارل سيغان بكتابه Demon Hunted World أو عالم تسكنه الشياطين. كارل سيغان نبه على أهمية التعرف على الأنماط من أجل البقاء. لما تشوف من بين الشجر ولا من تحت الخبازة وجه حيوان مفترس، إشي ممكن يعمل لك خطر، تقدر تشرد وتنقذ حياتك. واللي بيكون أبطأ بالتعرف على الوجوه بتكون احتمالية نجاته أقل، وبالتالي احتمالية إنه يخلف أولاد ويستمر نسله أقل. نرجع للصرع، في كتير مشاهير وشخصيات معروفة كانوا بيعانوا من الصرع أو الإبيليبسي، زي سقراط والإسكندر المقدوني ونابليون بونابارت، هيركوليز، فينسنت فان كوخ، يوليوس قيصر، الكاتب الروسي دوستويفسكي.
دوستويفسكي، هذا الكاتب اللي بحبوه المثقفين، بعرفش احكي اسمه. واخيرا ما ننسى انه احنا بنحب الدراما وبنحب ندور على الاشياء اللي بتحسسنا انه احنا مميزين، فدائما بنفضل الاجوبه اللي فيها سحر عن الاجوبه المنطقيه. هذا كان كل شيء اليوم، سلام.